الأوضاع الاقتصادية العالمية سايبة أثرها على كافة الأسواق الناشئة. ارتفاع أسعار الفايدة في أمريكا خلت الدولار قصاد كل العملات، سواء اليورو، الاسترليني، الين، كل عملات العالم تأثرت سلباً نتيجة لذلك. ايضا الاسواق الدوليه للاسف طبعا يعني الوضع بتاعها ما بقاش يعني في وضع يعني كويس للبلدان الناشئه، فطبعا ده كل ده بيحط ضغوط لانه اسعار الفايده في امريكا عاليه وهتعلى، وبالتالي يعني بالنسبه للاقتصاد المصري زي بقيه اقتصاديات دول العالم التأثير عليه برضو بنفس البتاع، خاصة وإن احنا عندنا فاتورة واردات، ففاتورة الواردات ديت يعني لازم نوفيها لأنها احتياجات شعبنا، وأيضا عندنا التزامات، أيضا عندنا تنمية ومشروعات وخلق فرص عمل، كل ده بيخلينا طبعا ان احنا يعني إدارة هذا الأمر بيسبب يعني في ظل هذه الأجواء الصعبة جدا بتبقى تحت ضغوط. لكن خلينا نقول الفترة اللي فاتت كانت الضغوط كبيرة، يعني الحمد لله، يعني يمكن حياتك بتفكرني لما قابلتك قبل كده وبتقول لي على الأموال، قلت لك خرجت، ففعلا 22 مليار دولار خرجوا كانوا بيمثلوا لنا ضغط. فاتورة الواردات بتاعتنا نتيجة ارتفاع أسعار البترول والقمح والواردات الأخرى ارتفعت تعدت 9 مليار وهي كانت بتراوح ما بين 5 ل 6، ايضا التزاماتنا، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا ندير هذا الكلام، ويعني عندنا خطه للفتره القادمه لتنميه مواردنا من النقد الاجنبي، واحد هذه الامور زي ما حضرتك اشرت يعني بنعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث انه ده بيبين الحكومه المصريه حاطه كخطه اصلاح للأربع سنوات القادمة. احنا يعني يمكن لو حضرتك تابعت منذ لحظات قليلة يعني المدير تنفيذي صندوق النقد الدولي أعلنت أنه يعني الاتفاق مع مصر إيمينانت، يعني خلاص، وقالت أنه تم حل كافة النقاط والعناصر بتاعة الصندوق، ويعني أشارت أنه يعني سريعا جدا هينتهي يعني الموازنة والسياسات المالية، ليس فيها أي جديد وليس فيها أي، بل بالعكس يعني إحنا حريصين على الخروج بحزم داعمة للمواطنين، وخرجنا في إبريل بحزمة وخرجنا في سبتمبر بحزمة ومستمرين بالتعامل مع ده، وكان كلامنا واضح مع صندوق النقد الدولي لن يكون هناك أمور في الاتفاق بالنسبة للمواطنين فيما يتعلق بالموازنة والسياسات المالية، بل حريصين كل الحرص على أنه نمول حزم اجتماعية لمساعدة مواطنينا في هذا الأمر، بل بالعكس يعني الصندوق بيشيد بالانضباط المالي للموازنة العامة للدولة المصرية، وهنشوف ده في الإعلام بتاعهم أنهم بيشيدوا بالانضباط اللي هو المالية العامة في مصر ماشية عليه بقالها عدة سنوات، وان ده مكن مصر بانها يعني تقدر تمتص كتير من الصدمات. يعني هو يمكن الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف لانه يعني تبقى يعني من نوع اللي يعني بتدي ثقة للمستثمرين في الموضوع بتاع سعر الصرف، وده الصندوق أعلنه يعني عدة مرات بأنه هو البرنامج هيكون فيه حرص على أن يبقى فيه مرونة سعر الصرف. مصر دولة عندها تنوع في اقتصادها وعندها إمكانيات كامنة تستطيع
إنها من خلال حلول غير تقليدية إنها تتعامل مع التحديات الموجودة. وإحنا تعاملنا مع تحديات كبيرة خلال الفترة اللي فاتت، إحنا بقالنا العالم ده مضطرب بقاله فترة وصدمات عديدة بقالنا فترة من يعني عدة سنوات دلوقتي، فاتعاملنا معها، فعندنا أفكار وعندنا حلول للتعامل معها. لكن خلينا نكون صادقين، الفترة الماضية كانت عنق زجاجة فظيع نتيجة للأوضاع العالمية. يعني بص، بالتأكيد طبعا احنا محتاجين نراجع حاجات عندنا، لكن في حاجات ضخمة جدا جاية من بره. هو انا كنت يعني احنا كمصريين كنا مسؤولين عن ان سعر البرميل بترول اللي عادة بيبقى 60 دولار بلس اور ماينس 5 يروح ل 120 دولار وراح ل 140 دولار، بالتأكيد مش احنا، لا احنا ما كناش مسؤولين على انه سعر القمح اللي كان بيتراوح ما بين 180 ل 250 دولار يروح ل 550 دولار، بالتأكيد مش احنا. بس كل ده حطنا تحت ضغط، وطبعا التضخم اللي حصل في العالم وبيترد عليه برفع أسعار الفايدة، وبالتالي يعني حصل نوع من هجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة، طبعا حطينا تحت ضغط. طبعا يعني عاوز اقول لك مع كل ده، ويعني احنا بنراجع دايما باستمرار سياساتنا وبنشوف ازاي ان احنا نحسن في سياساتنا بحيث ان احنا نتعامل مع التغيرات ديت. واحنا يعني يمكن السيد الرئيس اعلن ان احنا عندنا هدف خلال الاربع سنوات كل سنه نكتسب 10 مليار دولار من الاستثمارات الاف دي ايز، وايضا عندنا وثيقه خلاص يعني في مرحلتها الاخيره لإعلانها بصورة رسمية، وثيقة أو سياسة ملكية الدولة. واقتصاد المصري اقتصاد متنوع، يعني عندنا واردات بلغت 32 مليار دولار الفترة السنة المالية المنقضية، عندنا السياحة، ويعني احنا الحمد لله عندنا فرصة ان احنا نزود دخلنا من السياحة، عندنا قناة السويس، عندنا يعني تحولات المصريين في الخارج. فأقصد أقول انه الاقتصاد المصري عنده التنوع اللي يستطيع من خلال تنميته والتعامل معاه ان هو يعني يدي فرصه اكبر، زي ما حضرتك قلت افكار جديده، موضوع السيارات، موضوع اراضي للمصريين العاملين في الخارج بالعمله الصعبه، وعندنا افكار اخرى جديده بندرسها حاليا. ولكن فوق ده كله هو جذب استثمارات جديده، تحسين المناخ الاستثماري في الدوله، وايضا البنيه التحتيه اللي احنا استثمرنا فيها بضخامه جدا جدا تكون فرصه لتنميه اكتر ول جذب استثمارات جديدة. البعض كان بينظر إلى أنه محتاجين حوافز أكتر، البعض كان بينظر إلى أنه محتاجين تقليل البيروقراطية أكتر، البعض كان بينظر إلى أنه ما يبقاش الرخص المطلوبة تقعد فترات طويلة، برضو البعض كان بيقول عاوزين نعرف إيه الأنشطة اللي الدولة هتبقى موجودة فيها وإيه الأنشطة اللي الدولة مش هتبقى موجودة فيها، تبقى معروفة من الأول عشان وأنا بخطط أبقى أنا عارف أنا رايح في النشاط ده كله القطاع الخاص او مفيش منافسة الدولة. فكل الحاجات دي احنا ليه قررنا نعمل استراتيجية ملكية الدولة عشان نقول للقطاع الخاص اذا كنت متردد لا القطاع ده خلاص مطلوب بالكامل للقطاع الخاص، القطاع ده هخرج منه بطريقة يعني تدريجية عشان تبقى فيه شفافية وفيه امور معروفة، ده بيريح المستثمر. ايضا يعني الفترة اللي جاية تشوف تحسين في البيئة بتاعت العمل وتحسين في ظروف المناخ. هناك خطة وهناك يعني القيادة السياسية وراء ان الوضع ده يكون المرحلة القادمة بالنسبة للقطاع الخاص وبالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالنسبة لتحسين بيئة العمل هتكون أولوية للدولة خلال المرحلة القادمة. انا كدولة مصرية عندي خطة يعني وجود صناعة سيارات في مصر، خلينا نكون صرحاء في ده، وانه احنا كخزانة عمل الدولة حاطين من 2.5 ل 3 مليار سنويا لقيام صناعة سيارات في مصر. هتاخد وقت، ايوه هتاخد وقت، بس انا عندي مصانع بتجمع عربيات فيها قيمة يعني مضافة 40-50%، فهذا الإجراء
يعني لازم أبقى عارف أنه يعني إجراء مؤقت استثنائي علشان ما موتش يعني الهدف الاستراتيجي للدولة أن احنا يبقى عندنا صناعة سيارات ونصرف على حوافز ليها. وعشان كده قلنا والله اللي عاوز يا جماعة أربعة أشهر أهو، أربعة أشهر، وده أنا بقالي أسبوعين عمال بكلمك ولسه الأربعة أشهر ما بدأوش، يعني الأربعة أشهر لسه ما بدأوش، الأربعة أشهر هيبدأوا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، قد تكون بعد أسبوعين بعد ثلاثة يعني الله أعلم، لكن إحنا بدأنا الإجراءات. فيا جماعة استعدوا يا سيدي، ابدأ اشتري العربية، ابدأ يعني اعمل الحساب، ابدأ مش عارف ايه، بمجرد ما القانون يطلع ابدأ اشتغل وحول، يعني هتاخد منك اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة، بس انت معاك يعني 17-18 اسبوع القانون شغال يعني. فلا دي اجراء مؤقت، واحنا مصرين على انه هم اربعة اشهر، اللي عاوز اهلا وسهلا، ده اجراء استثنائي، انا عناية على انه اقيم صناعة سيارات في مصر. بس في عندي كذا رسم عشان برضو الناس تبقى فاهمة، أنا عندي في ضريبة جمركية، وعندي في حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة، وعندي في حاجة اسمها ضريبة الجدول، وعندي في حاجة اسمها رسم تنمية. لو أنا حطيت دول كلهم مع بعضهم ممكن أتكلم في 20-25 مليار مينيمم. خلاص أنا بضحي بدول وبقول خلاص أنا مش عاوز، لا أنت تعالى حط المبلغ ده في البنك قيمته بالدولار. بس خد بالك من حاجة، التيسيرات اللي معمولة في القانون تجيب أكتر من كده بكتير، يعني لو أنا هاخد جمالي طبعا طبعا. ليه؟ لأنه أنا باخد الكلام ده على إيه؟ عربية لازم أنت تكون الفيرست أونر، المالك الأول بتاعها. لا في القانون ده بقول أنا مغمض عينيا، أنت المالك الأول، المالك الثالث، مفيش مشكلة. كنا يعني باستمرار العربيات بتاعت سنة الصنع هي اللي يعني بتبقى دايما بتاع، لا أنا بقول لغاية 3 سنين ورا خلاص، بدي لك حوافز انك حتى لو دخلتها وبعد كده عاوز ما تستناش، يعني انت عاوز تبيعها بدي لك حرية انك تتصرف فيها. فده معناه ايه؟ معناه انك انت هتكتسب كميات اكتر، يعني احنا 250 الف سيارة في السنة هم دولت اللي بنستوردهم، دول حوالي 250 الف سيارة اللي بيتم استيرادهم، او يعني مجموعة العربيات اللي هي خلينا اقول لك بنرخصها في السنة. طبعا في جزء بيبقى محلي وفي جزء بيبقى مستورد، فلو انا قلت يعني حتى نص ونص ف 150 الف مستورد، ممكن نقول ان الرقم ده هيتضرب في 3 هيتضرب في 4. طبعا ممكن تقول لي ده بس انت بتقول على السنه، دلوقتي بنتكلم على 4 اشهر، ما هو بقى اللي كان بيبقى براحته طول السنه هيكثف في خلال المده دي. هتيجي مثلا 300 الف سياره، 400 الف سياره، 500 الف سياره، حسب يعني بقى ال 25 الف او ال 25 مليار دولت. انا لو انا بتكلم على انه يعني كميه عربيات جايه بقيود شديده، زي مثلا لازم تكون فيرست اونر، انا دلوقتي بقول لك مش مهم فيرست سكند، مثلا كنت بقول لك يعني سنه الصنع هي دي اللي لها أولوية، وبعد كده بيبقى في قيود شديدة على ما بعد، بقول لك لا معاك لغاية 3 سنين. كنت الأول بقول لك إيه ده الرسوم 200 ألف و 300 ألف و 400 ألف، وأحيانا بتوصل في بعض أنواع العربيات اللي هي مثلا الرنكاء عالي وكده بتوصل ل 2 مليون و 3 مليون جنيه الرسوم، واخد بالك؟ فأنا النهاردة بقول لك لا، ده كله المقابل بتاعه بالدولار، حطه يا سيدي وديعة، بعد 5 سنين خد الفلوس بتاعتك بسعر تغيير العملة بعد 5 سنين. فيعني ميزة كبيرة جدا جدا جدا، الدولة بتستفيد عملة جايالها، وانت بتستفيد انك جبت عربية. طيب خليني لو انا قلت مثلا ضعف هذا الرقم 50 مليار جنيه، انا بتوقع هيبقى اكتر، يعني انا تقديراتي انه هيبقى اكتر. ليه؟ الفيدباك اللي جاي، يعني احنا مثلا قد يكون عندنا في 3 مليون مصري او 3.5 مليون مصري يعملونا في منطقة الخليج، السعودية والامارات وقطر والكويت وبحرين، يعني انا واجد ان يعني كتير منهم لما سمع الخبر بقى ده شغله الشاغل، امتى هتفتحوا الموضوع، امتى مش عارف ايه الاجراءات وبتاع. في كتير في اوروبا وعاوزين ينزلوا عربيات او في امريكا او كده. انا توقعاتي
هو هيستقطب كمية هتتعدى ال 500,000. ده توقعاتي وتقديراتي. دي تقديراتي. يعني الله أعلم بقى هتتحقق أم لا. بس هي يعني ولكن يعني 4 أشهر عشان اللي ليه رغبة. بص بعد 4 أشهر اللي ما قالوش رغبة مش هيكون يعني زي ما بيقولوا كده خلاص لأربعة أشهر وما أبداش الرغبة. فليه؟ لأن أنا بقول له حتى آخر يوم في الأربعة أشهر لو حولت الوديعة ابقى تجيب العربية وقت ما أنت عاوز. يعني إذا كان بيقول لي إيه ده أنا عندي مشكلة إن أنا أخلص إجراءات العربية تيجي، بقول له ابعت الوديعة ولو في آخر يوم من الأربعة أشهر وبعد كده خد وقتك عبال ما تبعت العربية. آخر يوم في الخمس سنين هيروح البنك هيدي له المقابل بسعر الصرف في اليوم ده، فما فيش أي قيود. والخزانة العامة للدولة ضامنة. أنت عارف زي إيه؟ زي مثلا ما بتيجي أنت، أنا بعمل اللي هو العطاء اللي هو كل أسبوع بنعمل 3 عطاءات وبناخد فلوس، بنصدر سندات، ما بيجي في الميعاد بيروح البنك يقدم السند ياخد فلوسه، هتبقى نفس الوضع. انا باكد من خلال برنامج حضرتك انه ده زي ما يكون خد سند من الخزانه المصريه، يبقى هو معاه سند على الخزانه المصريه. في اليوم المستحق هيروح البنك هيشوف سعر الصرف كام والمبلغ كام، يضربوه في بعض ويقول له فلوسك ايه وياخد منه السند. خلصت. في حاليا اللي هو الطروحات الخاصه اللي هي البرايفت بليسمنت شغاله وعملنا وبنعمل. في بقى الاي بي او احنا عملنا، ولكن وفي حاجات جاهزه للطرح. يعني دايما بنشوف يعني بعد استكمال الاجراءات بنسال البنوك اللي معانا المستشارين يا جماعه شايفين ايه، فبيقعدوا بقى ينصحونا لا استنوا شويه لا مش عارف ايه. لكن خليني اقول لحضرتك في حاجات جاهزه للنزول، وخلينا اقول لحضرتك في حاجات النهارده بنشتغل عليها ك يعني مستثمر استراتيجي او طرح خاص او حتى الطروحات العامه، فاحنا جاهزين ليها. احنا فعلا حصل مناقشات ومناقشات عديده، ونتيجه هذه المناقشات طلب تعديلات على القوانين بتاعتنا، وعملنا التعديلات وحاليا في مجلس النواب، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان التعديلات دي تخرج للنور بحيث دي تبقى يعني استجابه لطلبات المستثمرين في البورصه المصريه. تعديلات على اعفاءات ضريبيه، على يعني معالجه ضريبه الارباح الراسماليه، على الفينشر كابيتال، على يعني كل انواع الاستثمارات المختلفه في البورصه. يعني قعدنا جلسات طويله جدا وحطينا لها ما من الحوافز يعني ما يساعد على ان احنا ننشط الدنيا، واتمنى ان شاء الله باذن الله الدوره دي في البرلمان تخرج باذن الله. يعني هو المؤتمر دوت يعني فرصه انه مع القطاع الخاص ومع المتخصصين ومع الخبراء يعني نوصل لخارطه طريق للاربع خمس سنوات القادمه ل اور سياساتنا اور يعني سياستنا الماليه، الاوضاع الاقتصاديه، ايه الحوافز اللي عاوزينها، ايه التغييرات المطلوبه، ايه اللي شايفه القطاع الخاص والقطاع الاستثماري مطلوب من الدوله. فهيبقى في حاله حوار، وايضا هنقول لهم احنا عملنا ايه، الموقف ايه، ايه الوضع الحالي وتصوراتنا المرحله القادمه. في كل ده هيكون يعني في خلال المؤتمر الاقتصادي، وهنخرج بقى بخريطه الطريق يعني ان شاء الله باذن الله تكون اساس للمرحله القادمه سواء في السياسات التشريعات وفي الاجراءات التنفيذيه. الصندوق خفض توقعات النمو للعالم كله، فهو شايف انه الدنيا متشبكه مع بعضها، فيعني الاقتصاد المصري مع الاقتصاد في المنطقة مع الاقتصاد العالمي ده احنا يعني عاملين لنا نمو يعني تقريبا 4-4.5 يعني في الرينج ده. بقيت العالم داخل في ريسيشن، داخل في حالة كساد، فبالعكس دي حاجة. الحاجة التانية احنا الحمد لله خبرتنا دايما بنعمل اعلى من التقديرات. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، شوف التقدير بتاع صندوق النقد الدولي للنمو في العام المالي 21-22 كام، هتلاقيه كاتب 6.6. طب تقديراته كانت كام؟ تقديراته كانت اقل من 5%. فيعني الحمد لله خبرتنا مع المؤسسات الماليه ان احنا بنعمل التارجت بتاعنا. احنا التارجت بتاعنا ايه؟
احنا التارجت بتاعنا يعني 5 بلس اور ماينس يعني في الرينج ده اللي بنعتقده يعني.